بالنسبة للإخوان المسلمين عموما لا يقومون قيامة من يريد أن يحقق التوحيد للناس، هم يريدون أن تقوم سلطة إسلامية ويزعمون أنه إذا قامت السلطة وجهت الناس للخير. لا يستنكرون السير مع صوفي مغرق في صوفيته ولا مع شيعي اثني عشري متعصب للاثني عشرية، المهم أن تكون المسيرة واحدة. بالنسبة للأخوان المسلمين إلى وقت قريب يظنون أن الاتفاق مع الشيعة الاثني عشرية أنه من الأمور السهلة والمتيسرة، وحتى كتب الشيخ يوسف القرضاوي شيء من هذا، ثم لما اختلف اليوم في الأخير صار يستنكر عليهم. فيا سبحان الله، كان المفروض أنه في أول الأمر ما أحسن بهم الظن، وهم يكفرون أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وجميع الصحابة ما عدا علي وأبناء علي وسلمان الفارسي وقلة، ويرون أن البقية كفروا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويرون أن أهل السنة جميعا كفار، وإنما يسايرونهم من باب التقية، يعني إبطان العقيدة وإظهار ما يخالفها، والله المستعان. فهؤلاء الإخوان المسلمين وغيرهم وجماعة التبليغ، جماعة التبليغ ليسوا أهل كتابات جديدة، لكنهم يستحسنون شيئا ليس لهم عليه دليل، ويلزمون أنفسهم بأمور ليست بلازمة. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. النبي ما قال يخرج الواحد أسبوع أو يوم وليلة أو كذا وكذا. ثم هم يقولون: لا نستنكر على الناس استنكار، ولكن المسيرة في صلاحها تحمل الناس على الاقتداء. قد وقد الإنسان إذا أراد أن يقرأ فليقرأ الكتب التي لا تجره إلى انحراف. فالحقيقة أنا لا أنصح بقراءة كتبهم للشاب الذي لم يتمكن من القراءة. أنا قرأت هذه الكتب وأنا طالب علم، ما قرأت أمس. ولذلك لما سئلت عن تفسير سيد قطب سألني عنه أحد المسؤولين قبل أكثر من 47 سنة، قلت له: ليس بتفسير، إنما هو أسلوب يخدع القارئ ولا يورد القارئ إلى مشرب عذب. فالحقيقة أن كتب الإخوان المسلمين عموما ليست كتب هداية. كل واحد يطلع ويعرف ما عند هذا أو عند ذاك إذا كان من أهل العلم أرجو أن لا بأس، لكن ينبغي لطالب العلم الذي يريد أن يقرأ أن يقرأ ما ينفع وينفع الناس، أن يكثر من قراءة معاني القرآن الكريم، أن يكثر من قراءة سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن يكثر من قراءة شروح السنة، أن يكثر من قراءة دعاة الحق والهدى كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم بن رجب وابن كثير وغيرهم من كتبوا وألفوا العقائد، وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الذي أنقذ الله به منطقة كبيرة في السابق على كثير من الجاهلية، ثم انتشرت دعوته حتى ردد صداها علماء في الهند وفي الشام وفي غيرها. فالإنسان يحرص أن يقرأ كتب التي تعود عليه بالخير في الحاضر والمستقبل. مع تحيات المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بقيق، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.